السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا بكم اخواتي الاعزاء بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وعظمنا وحبيبنا الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى الك الاطهار الابرار يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله يا مختار وصلت عليك ملائك الرحمن وصار الضياء بسائر الاكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله ورايه القران اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آليك الأطهار الأبرار يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله ثم أما بعد أحبتي وأخوتي الأعزاء الحقيقة النهاردة أنا بتكلم في موضوع مهم جدا جدا إن إحنا كلنا في ينبوع السعادة نتربى عليه وهو احترام العلماء الأجلاء لما يكون في عالم جليل أنا أحترمه في هذه الأيام علشان أنا بتكلم مع حضراتكم علشان ما حدش يسرق مننا ديننا عشان ما حدش يسرق مننا الوسطية. الشيخ محمد حسان له أحد كتبه وتقريبا عامل يعني تقريبا أكثر من 200 كتاب يعني. له كتب كثيرة ما شاء الله منهم كتاب 11 مجلد واللي تسع مجلدات واللي ست مجلدات فمن ضمن كتبه كتاب اسمه يعني دعوه الاخر ازاي تدعو الاخرين حتى غير المسلمين وله كتاب اسمه الامن الامن الفكري الامن ازاي مخك ده يبقى في امان ازاي مخك ده يبقى في امان وعلى فكره الكتاب منهم اللي 800 صفحه واللي 700 صفحه فهالني هالني آه يعني انا شايف ان ان في صحوه للتصوف العلمي بقاله دلوقتي حوالي عشر سنين في صحوه التصوف العلمي اللي هو ايه اللي هو ما فيهوش خزعبلات ما فيهوش كذا ما فيهوش كذا بس اللي هو اللي هو التصوف اللي هو دليله من القران والسنه وزي ما الشيخ محمد حسان لما واحد سأله على الهواء مباشرة قال له أنا في الطريقة كذا 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 يعني أنا صح؟ فالشيخ محمد رجل عالم منصف فرد عليه قال له إيه؟ قال له أنا لا تعنيني الأسماء أنت ماشي على قال الله وقال الرسول ولا لأ؟ لو ماشي على قال الله وقال الرسول أنت على خير ماشي على غيرهم وأنت في طريقة بيقولك أنا تحت العرش يبقى أنت أحوالك مش مظبوطة فالحقيقة أه هالني في هذه الأزمنة وفي هذه الأيام أه أن يظهر علينا أه بعض هؤلاء اللي أنا أنا بحبهم يعني يعني ظهر علينا الحقيقة في كليباية كده راجل أنا بحبه وابن أنا بحبه يعني أنا بعتبر واحد من تلاميذنا يعني أنا السنة دي 65 سنة خدت بال حضراتكم وبحبه لأنه كان شغال في التربية عمال يربي في الناس من خلال مدارج السالكين، عمال يربي في الناس، عمال يربي في الناس، ولكن أنا أفزعني بقى إيه؟ إن لقيته عامل كليباية، الشيخ عوض المنقوش، أنا بحبه على المستوى الإنساني، بس أنا هالني بقى هذا الموقف، ليه هالني؟ لان انا دايما فاكرين الحلقات بقول لكم دايما خلي بالكم اوعوا الشيطان يخطفنا من عبادتنا اوعوا الشيطان يخطفنا من العلوم اوعوا الشيطان يزرع فينا الكبر والعجب ونبقى احنا والباقي مش نافع ويبقى الباقي كذا و... احنا كل البشر نخطئ ونصيب اطخن شيخ في الكون يطخ يخطئ ويصيب وانا عجبني العالم الجليل اللي خرج وقال انا اخطات في كذا واخطات في كذا وان كان العلمانيين خدوا الكلام ده بس ده هم دي مستوياتهم الثقافيه يعني في انما هو اعترف بذلك حتى لا تكرر مثل هذه الاخطاء وتربى الناس على اعلى واجمل واحلى مستوى. فالحقيقه بدات اشوف هؤلاء هؤلاء المتصوفه اللي يجب ان هم ينشغلوا في تربيه الناس في تربيه تزكيه الروح تزكيه القلب تزكيه العين تزكيه الاذن تزكيه السلوك الانساني من خلال احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم احنا عندنا علم اسمه علم التزكيه وكان وكان يعني انا عايز اقول علم التزكيه ده مسكه سيدنا الامام احمد بن تيميه في المجلد التاسع ومن المجلد العاشر في في الفتاوى اسمعوا كلمات هذا العالم الجليل هذا العالم هم طبعا المتشددين اتهموا الامام احمد بن تيميه بالتصوف والامام احمد بن تيميه كان رجل عادل واذا ذكر سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال قدس الله سره وكان متبحرا في العلوم والمعرفه و عالم ربنا راجل ربنا فتح عليه والتلفزيون المصري عمل له مسلسل 30 حلقه ليه لانه وزنينه بميزان العلماء فاتكلم في التصوف كلام رائع جدا انه تزكيه للنفس بس الذي لا يخالف شرع الله، التصوف اللي توهان، مش التصوف الوهمي انما التصوف العلمي. لا الكلمه نفسها كلمه تصوف او تزكيه نفس ما عندناش مشكله. القرآن قال ونفس ونفس وما زكاها فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح أه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها. فالقران هنا قال قد افلح من زكى علم التزكيه علم التزكيه طب علم التزكيه ده بقى اسمه علم التزكيه وعلم التصوف وعلم ترقيه الروح وكل دي علوم اتت مع علم النحو وعلم الفقه وعلم السيره وعلم التوحيد وعلم الاسماء والصفات و... يعني المسميات دي حضرت فكل هذه المسميات اذا اتفقت مع التوحيد اهلا بها تخالف اي اي مسمى في السيره يخالف التوحيد لا دي من سيره النبى في التفسير يخالف التوحيد لا معلش ده مش دا خدت بال حضراتكم فنحن لا لا يعنينا الاسماء قد ما يعنينا ايه اللي بيحصل تحت هذه الاسماء. فالحقيقه انا لقيت الشيخ عوض واحد قدامه جالس بيساله الواحد ده لا يعرف مين هو الشيخ محمد حسان ولا ايه العلوم اللي عند الشيخ محمد حسان ولا ايه الفتح اللي ربنا بعته للشيخ محمد حسان. ثم يقول هذا هذا الشخص بيساله بيقول ايه رايك في يوسف زيدان وايه رايك في محمد حسان؟ فالشيخ عوض اللي ساب التربيه ساب علوم التربيه وساب علوم التزكيه وساب علوم الروح وسمو الروح والتربيه وابتلي في الكلام في حق الشيخ محمد حسان فقام جاي قال له قال له لا لا هذا لا من هذا يؤخذ ولا من هذا يؤخذ الدين. هلت هلتني هذه الكلمة خلي بالكم أنا بقول لكم الكلام ده مش عايز أطلع على قناة الرحمة بعد كده بس أقول اللي أنا عايزه هلتني ليه هذه الكلمة واحد شغال في التربية وفجأة لقيته ابتلي بالكلام في حق العلماء هو الشيخ محمد حسان علماء آه علماء عايزين تعرفوا أي شخص شوف حصيلته العلمية الشيخ محمد حسان شوفوا فسر صورة الفاتحة في مية وكم ساعة في مية وكم ساعة مثلا شوفوه كده ما شاء الله قوه إلا بالله الفيض الرباني والفتح النوراني بالفيض ف ده ده شغال بقاله كم سنه بقاله مثلا قعد حوالي خمس سنين في سوره البقره تفسير سوره البقره بس وشوفوا الصور اللي بعدها وخلي بالكم وكلام علمي يوزن بميزان الذهب فانا بقى ليه الشخص ده ما يعرفش ما يعرفش الانتاج الثقافي بتاع الشيخ محمد حسان ازعم ازعم ان الانتاج الثقافي بتاع الشيخ محمد حسان في خلال 30 سنه لم لم يصل احد الى هذا الانتاج الثقافي في عدد الكتب في عدد الكتب والكتب دي مصرحه من الازهر الشريف لان لقيت الشيخ عوض برضه بيتكلم بيقول اصله لانه لا. لم يتربى في الازهر الشريف، يا شيخ عوض الشيخ محمد كتبه كلها مئات الكتب دي كلها اللي هي فيها كتاب مثلا تليه 11 مجلد، كتاب ست مجلدات، كتاب سبع مجلدات، كتاب ثمان مجلدات. يا شيخ عوض الشيخ محمد واخد كل الكتب دي خارجه بتصاريح من اداره البحوث والنشر والترجمه في الازهر الشريف. فلو الازهر الذي وزن كتب الشيخ محمد كان يرى فيها خللا ما خرجت هذه الكتب. فانت لما تيجي تقول لانه لم يكن في الازهر لا وكان في الازهر بما وصل اليه من هذه العلوم التي دخلت البحوث والترجمه وخرجت على الناس تعلم الناس الدين الصحيح الصريح الذي هو بعيد عن عباده الاضرحه وبعيدا عباده الاضرحه نعم نحن نحب كل الصالحين ونعترف بحب كل الصالحين ولكن يا شيخ عوض لا نعبدهم لا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى لما يطلع علينا واحد موهوم وغلط. رحم الله الشيخ الغماري، رحم الله الشيخ الغماري. لو كان موجود دلوقتي كان مسك لكم عصايا ولف على كل اللي بيخرفوا واحد واحد قدبهم. الشيخ الغماري عليه رحمه الله اسكن الله الفردوس الاعلى. كان عالم منصف، كان عالم من علماء تزكيه النفس ولكن كان عالم في الحديث والسيره والتوحيد و وكان عالم في مستق... كان عالم من علماء الرجال و و ولكنه لم يخرف ما خرفش ولذلك تراثه تراثه رائع زي سيدنا الشيخ محمد زكي الدين ابراهيم رائد العشيره المحمديه لما لقى التخلف منتشر والخزعبلات فقام عامل الطريقه السلفيه الشاذوليه الشرعيه عشان الناس ترجع الى شرع ربنا تبارك وتعالى وكان يحارب كان يحارب الفساد في التصوف وكان يحارب الفساد وهو متصوف ولكنه كان يحارب الفساد في التصوف. الدكتور احمد شتيه دلوقتي موجود ده عالم من من علماء الازهر الشريف واستاذ في جامعه الازهر عامل عامل ابحاث يقول لك اتعلم التصوف صح لا للخرافات. هذا العالم الجليل ولذلك انا كل تعليقات للدكتور احمد او أو بيانات أو أبحاث علمية أو أو محاضرات بشيرها عايز علم الراجل ده ينتشر لأن الراجل ده من أهل التصوف الذين يحاربون خزعبلات التصوف من أهل تزكية النفس الذين يحاربون هؤلاء فلما يطلع جيل يطلع جيل بدل ما يكون جيل مربي مشغولين بتربية الناس وإحسان سلوكهم وإحسان أخلاقهم وإحسان آآ آآ سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى و و و وفي نفس الوقت لا يسخرون من الآخرين ده دورهم لا يسخرون من الآخرين تخيل بيقوم الشيطان يبتليهم بالكلام في حق العلماء يبتليهم بالكلام في حق العلماء ويطلعوا يخرفوا في الكلام لأنه بيقولوا كلام زور وبهتان ما هو لو لو طلع يعني انا كنت اتمنى من الشيخ عوض المنقوش قبل ما تتكلم شوف الانتاج الثقافي للشيخ محمد حسان وقيسه وقيس هذا الانتاج الثقافي وعدد الكتب اللي خرجت من البحوث والترجمه في الازهر الشريف وقيسها على كل العلماء اللي موجودين مش هتلاقي واحد وصل الى هذا الكم وهذا العدد اجمل حاجه بقى الكتابين اللي انا عايزك يا شيخ عوض تقراهم كتاب اسمه دعوه الاخر ده حوالي 700 صفحة للشيخ محمد حسان وكتاب تاني اسمه الأمن الفكري، الأمن الفكري هتندم على اللي أنت اتكلمته هتندم إنك حطيته في ميزان غير ميزانه لا يليق. أنا علقت لك تحت قلت لك يا أيها المبتلى بالكلام في حق العلماء كنت أتمنى قبل أن تتكلم في حق هذا العالم الجليل أن تراجع ما قدم. حتى أنا لما اتكلمت قبل كده مع أخونا العالم الجليل اللي أنا بحبه على على المستوى الإنساني وأجله لما طلع وقال إن الشيخ محمد حسان واعظ واعظ ما الذي علمه ما الذي كذا برضه دخلت وقلت له كنت أتمنى أن تراجع التاريخ العلمي للشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان مش وحدة واحدة الشيخ محمد حسان مش وحدة واحدة إنما له في بداية حياته وله في وسط حياته وله الآن وله الآن ولذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اسمعوا له البرامج الأخيرة اللي هي من حوالي ست سبع سنوات لحد دلوقتي أو من عشر سنوات لحد دلوقتي مليئة بالحب مليئة بالرفق مليئة بالعذوبة مليئة بالحنان مليئة بالوعي مليئة بال بالإخلاص مليئة كون بقى إن الناس بتحبه وإن مجرد ما يحضر في مكان يحضر في المكان ده سبعين تمانين نص مليون دي مش بتاعتنا دي بتاعته يا ملائكتي إني أحب فلاناً فأحبوه فأحبوه ويحدث له القبول في الأرض، دي مش بتاعتنا، والشيخ محمد حسان بشر حتى هو يعني حتى إذا هو أخطأ هو يعلن هو هو بيقول أنا أخطأت في كذا والصح كان كذا وكذا كذا 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 يعني هو يعلن أنه بشر يعلن بذلك فأنا لما عرفت بقى ان في تمويلات تمولات شيعية للحركات الصوفية المعاصرة للسب في علماء آه علماء الأمة علماء الأمة لما يبقى عالم مثلا شغال في الدعوة بقاله دلوقتي مثلا هنقول أربعين سنة وما شاء الله لا قوات إلا بالله قدر يحافظ على السنة قدر يحافظ ان ما يبقاش في تطرف ولا في كذا وفي على قناه الرحمه دي كانوا بيجيبوا الجهاديين ويناقشوهم الشيخ علاء سعيد عليه رحمه الله ربنا يفرج كربه يا رب العالمين علاء سعيد جابهم وناقشهم واكد لهم ان اللي انتوا عليه ده غلط ومفاهيمكم غلط وابن تيميه ما قالش كده على قناه الرحمه على قناه الرحمه كنت انتوا فين يا متصوف خدت بال حضراتكم فما نجيش بقى للناس اللي اشتغلت وأخلصت لله تبارك وتعالى ونخبط فيهم ونخبط ونسيب الطريق أنت دورك مربي أنت إيه اللي دخلك في الحتة دي هو الشيخ محمد حسان زي يوسف زيدان أنكر آيات من القرآن أنكر بيت المقدس ده عمال يصرخ كل يوم الشيخ محمد أنقذه بيت المقدس أنقذ إيه اللي, اللي جاب ده في الميزان ده شيخ شيخ عوض إيه اللي خرجك من نور التربية إيه اللي خرجك من التجليات والفيوضات والفتوحات والبركات ايه اللي دخلك في الابتلاء ده ايه اللي دخلك وبعدين خلي بالك في ناس ماشيه متداريه في قمصان وبناطيل و و وهي لها حال واقسم بالله واقسم بالله لو اعلنوا عن الحال ده لان هذا حال لا يتحمله احد ورغم ذلك ماشيين منكسرين متداريين الناس دي عاشوا عاشوا في ايه عاشوا في ملايين ملايين من الاذكار وشافوا ملايين من الانوار وعاشوا و و تجربه تجربه قويه جدا كان لازم من خلالها يخرجوا بقى ان هو الشيخ فلان وده يبوس ايده ومدى ده سيدنا واو واو ويعيش بقى الوهم اللي إيه اللي هو عشان انا بقيت بتاع ربنا يبقى لازم الناس تبوس في ايديا، خلل ده انا عشان ابقى بتاع ربنا أد يا رب تقبل يا رب تقبل يا رب يا رب يا رب يا رب. أنا أجدع واحد كنت أخلص الخطبة وأخرج ألاقي الناس جاية تتلم حواليا ألف من الباب الوراني وأقرب. إيه اللي عرفني أنا قلت إيه في الخطبة؟ ما يمكن أنا عندي غلطة. ما يمكن أنا قلت حاجة وأنا مش فاهم. ما يمكن ما ي... فأخرج منها بضعفي. أخرج منها بذلي و... وانكساري لربي عسى أن يقبلني. برضو المحاضرات يبقى حاضر لي 30 40 ألف في المدرجات المفروض انا بعد ما اخلص بقى ايه ان انا اقف واتصور مع المجاميع دي واتصور مع كذا 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 او مهربان ونازل من السلم الخلفي واقسم بالله زي ما بقول لكم خوفا من الله وادبا وحياء من الله خدت بال حضراتكم انما هتعمل بقى فيها شيخ وتسلم ايديك واللي ما يبصش تزعل منه اصله مش مقدرني انتوا اللي مش مقدرين نفسكم انتوا اللي دخلتوا في منطقه اخرجوا منها بسرعه لان انتوا فيكو خير اخرجوا منها بسرعه واندموا واعلنوا الندم لربكم تبارك وتعالى وما أروع العودة إلى الله وما أروع أن أعترف أنني أخطأت سامحني يا ربي أنا عبد ضعيف سامحني يا ربي أنا عبد خني الهدف وخني الطريق سامحني يا ربي وبعدين تلاقي واحد فيهم لم يدرس السياسة ولا العلوم السياسية ولا لا الامن السياسي ولا الامن الصناعي ولا الامن التجاري ولا الامن الخارجي ولا الامن الجوي ولا الامن البع وما درسش اي حاجه وطالع عامل فيها شيخ وبيفتي انت درست لا يبقى انت خاين للامان لان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها العلوم السياسيه دي لها اهل فأنت يا شيخ لأنك لم تدرسها ولم تتعلمها ولم تفهمها ولا تفهم أبعادها وما وراء الأبعاد ما أنتش عارف إنما أنت عندك صحفي كتب فخدت أنت كلمتين الصحفي وبدأت تتفاعل بيهم على الناس لأنك شيخ بس أنت خاين للأمانة لأن الله عز وجل يقول أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن أن تحكموا بالعدل أنت أنت هنا ما كنتش عادل لأن أنت اتكلمت في علم أنت مش متخصص فيه لأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وخلي بالكم الآية دي مهمة أوي 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 فاسألوا أهل الذكر اه أهل الذكر احنا مأمورين إن احنا نس نسأل أهل الذكر, أهل الذكر أهل الذكر أهل التخصص أهل الذكر يعني أنت أيها الشيخ لا تستطيع أن تكلم أن تتكلم في الطب لأنك ما درستوش فلما تيجي تتكلم في العلوم السياسية وإدارة الحياة وإدارة الحياة الاجتماعية لابد ان انت يبقى عندك هذا الوعي وهذا الايه؟ وهذا الفهم. طب انا انت دلوقتي رايح تتكلم على عالم من العلماء لازم ادرس ادرس سيرته الشخصيه انتاجه العلمي دوره في الحياه وهل دوره كان ايجابي ام دوره كان سلبي وهل 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 وهل, وهل. انما انا عشان ارضي حد اقوم اتكلم في حق حد هذا خلل وبعد كده يقولك ايه؟ وهذه مقامات القرب دي مقامات القرب من الشيطان مش من ربنا يعني يعني انا اعرف ان سيدنا رضي الله عنه وارضاه لما اتكلم في حق في الصلاه وقال كن كن في الصلاه قف في الصلاه وانت تعي ما تقول ولا تكن في الصلاه كالسكران الذي لا يعي ما يقول فهذا سكر بخمر الدنيا فذهب عقله وهذا سكر بحب الدنيا في صلاته فغاب عقله فلم يعي ما يقول وهذا لم يعي ما يقول قال فانتما في السكر سواء لان ايه لان الاثنين ما كانوش عارفين هم بيقولوا ايه ادخلوا علموا الناس علم الناس بدل ما تتكلم في حق الشيخ محمد حسان او غير الشيخ محمد حسان بس انا بتكلم على الشيخ محمد ليه انا طبعا انا راجل دارس علم الادب انا دارس السينما انا دارس ادب انا دارس سيناريو انا دارس فلسفه انا دارس فكر انا دارس ثقافه و و و و فأنا لما أما أقيم الدكتور يوسف زيدان أنا هقيمه بناءً إن أنا لي أعمال قصصية ولي أعمال روائية وكتبت سيناريوهات و فأنا باحث وابن مكتبات وابن مخطوطات و فلما بهاجي هاجي أقيمه هقيمه بما لدي من بحوث علمية و و وأنا مش صغير 65 سنة خدت بال حضراتكم؟ فأنت يا أيها الشيخ قبل ما تتكلم قبل ما تتكلم مش يا شيخ بس، حتى العلمانيين، قبل ما تتكلم ادرس الشخصية، ادرس التاريخ للشخصية اللي أنت زائد إن إن حتى لو عندك مخطوطة المخطوطة دي لها عدد من المخطوطات الأخريات بتحاج في حاجات اسمها مقابلات المخطوطات عشان نثبت نتثبت بإن المخطوطة دي مخطوطة صحيحة. وأنا أشكر ابننا الحبيب هيثم طلعت الدكتور هيثم طلعت على دوره الرائع جدا جدا في تبيين الحقائق وبالأدلة. وابن الحبيب عبد الله رشدي وابن وكل اولادي والشيخ الخزرجي والسلف الجميل المستنير فبنيجي نشوف علمائنا بما فيهم من الجمال الروحاني الجمال الجميل فانا عندي عالم وعندي واحد مدعي العلم او باحث وعنده بعض اللخبطه فالباحث اللي عنده اللخبطه ده إحنا نحاول نشجع اللي فيه من الخير، يعني أنا بشجع في الدكتور زيدان احترامه لابن تيمية وتراث ابن تيمية وتاريخ ابن تيمية. ليه؟ لأنه نفسه معادي لواحد زميله في نفس المكان. فأنا أشجع فيه هذه الصفة لأن إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك أنا بقول لكل لكل الناس اللي بتسمعني، اعدلوا يعني هو اقرب للتقوى اعدل 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 في الحكم على الناس تلاقي بعض المتصوفه ماسك بعض المت... السلفيين مشرمطه وتلاقي بعض السلفيين ماسك بعض الصوفيين العلميين برضه مشرمطه ده خلل وده خلل احنا بشر فينا بعض التقصير العلمي احنا نقيم هنا اه ده عنده حاجة جميلة نشجعه عليها وده عنده حاجة جميلة نشجعه عليها بدام عنده دليل من القرآن والسنة صحيح صريح نحن نشجعه فيه يعني نقول احنا زعلانين منك من كذا ومبسوطين منك او او من كذا آه يعني ونبقى ناس عندنا عدل في الحكم على الاخرين من اي المذاهب من اي الافكار المهم بدام انا معايا قرآن كريم وسنة من منهج ليه بنقول السلف الصالح لأن السلف الصالح دول حرصوا على دقائق الحروف والكلمات والمعاني حرصوا على كل شيء وأنا أزعم أن الحركة السلفية الأساس فيها لأن إحنا الحركة السلفية دي الأساس فيها من, من, إيه؟ من ألاف السنين من ألف سنة خدت بال حضراتكم صحيح ممكن تيجي ويتلعب فيها ويتلعب فيها عبر اجهزه استخبارات ويدسوا ناس والناس دي تبقى مربيه لحا ويقدموا افكار غلط و و بس العلميين اللي موجودين في في الحركه السلفيه تلاقيهم يقفوا لهؤلاء ويقولوا لهم الكلام ده غلط والكلام ده لم يرد والكلام ده كذا والكلام ده كذا زي ما عمل الشيخ محمد حسان هو الشيخ علاء سعيد حينما وقفوا للسلفيين الجهاديين وقالوا لهم احكامكم على الدوله غلط واحكامكم على الشعب المصري غلط واحكامكم على الارض غلط ووقفوا لهم ده سلفيه وده سلفيه بس ده سلفيه علميه علميه ولا مانع اي حد يتعدل له يتعدل في اي حاجه مش صحيحه ما اروع ان يعيش الانسان كذلك الشيخ محمد حسان بقى من الرؤى الجميله ان هو كان تعبان في مستشفى دار الفؤاد والدكاتره قالوا انه هيعمل عمليه القلب المهم نام على انه تاني يوم بقى هيبداوا يجهزوا لعملية القلب فجاء انا رحت ازوره فقال لي ابشر خير قال لي جاءني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبشرني انني يعني قد شفيت من مما انا فيه وساخرج سالم قلت له يعني سيدنا النبي بشرك قال لي سيدنا النبي بشر فالمهم فرحنا وطلع فعلا سالما غانما مره ثانيه انا بزوره فبقول له اخبارك ايه وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لي ان انا كنت مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وماسك الحبل بتاع النبي راكب الحمار اللي هو يعفور بتاعه والشيخ محمد حسان ماسك الحبل وماشي قدام النبي وهو ماسك الحبل بتاع الحمار وماشي فالشيخ محمد اتكسف اتكسف من انه عاطي ظهره للنبي صلى الله عليه واله وسلم دي في الرؤيه إيه فلف الشيخ محمد ام لافف كده اهو علشان يدي وشه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ويمشي بظهره لورا عشان ما يديش ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم ولدي من الرؤى شيخ عوض ما لا تستطيع تحمله ولكن الشيخ محمد لا يبوح بحاله مع الله لا يبوح بحاله مع الله محتفظ بهذا الحال مع الله تبارك وتعالى فأسأل الله تبارك وتعالى ان ان الحمله لان قال بعد بعض الناس انا بسال بعض الناس لان انا بجلس مع سياسيين ومفكرين وباحثين وسلفيين وصوفيين وعلمانيين وليبراليين ومع شيوعيين ومع ملحد بجلس انا محمدي اجلس مع كل الناس واوصل نور, نور الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم علومه مناهجه قلبه حبه قلب عقدته هذا دوري انما هذا خلل ده ضعف مش قوة فربنا يعزكم ما شاء الله لا قوة الا بالله في انوار وتجليات وفتوحات واشراقات وفيوضات وفتوحات تحديدا في حياة الشيخ محمد العشر سنين الاخارة دول من عمره مش العشر 10 سنة استطيع كل 15 سنة فيض فيض وفتح وبهاء ونور وتجليات وفيوضات وحاجات حلوة قوي فمش عايزين حد وقالوا ايه قالوا قالوا ان ان التنظيمات الشيعية بدات تدعم بعض الصوفيين على ارض الواقع ويعملوا لهم برامج و و و بس بشرط ان هم يسبوا العلماء المتزنين الملتزمين الحلوين بدعم منين؟ من بره برضو احنا نشوف ده نشوف ده ده زي ما بيقولوا كده فأي واحد هيطلع يشتم في أي عالم جليل متزن هذا ابتلاء شديد ولذلك بقول لك ارجع إلى التربية ارجع إلى التربية لأن هو ده طريق الحق وأسأل الله عز وجل أن تكون كل كلمة قلتها خلص لوجه الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>